السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد رسول الله. أهلا وسهلا بخوتي وخواتاتي وبالميمات، يا أطيب وأحن متتبعات عندي في قناة سحر الطبيعة. أول حاجة بغيت نقولها لكم البنات، سنة هجرية سعيدة عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية يا رب. الله يدخلها عليكم بالأفراح والمسرات وبكل ما هو فيه الخير يا ربي. اليوم بحول الله فيديو جديد كيف عودتكم دائما، وكذلك حيل جديدة في متناول الجميع اللي أكيد غتسهل عليكم الحياة اليومية ديالكم، وأي مشاكل يعني كتقابلكم في المطبخ إلا وليها حل ولله الحمد. اللي بغات تكتشف معايا هاد الحيل الرائعة اللي غتفيدها أكيد ما عليها غير تبقى معايا حتى النهاية ديال الفيديو، وكنتمنى ما تنسونيش من اللايك والبارتاج ديالكم يا أعز متتبعات. ونبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله. في أول حيلة وتدبير عندنا في الفيديو ديال نهار اليوم عندي هي ديال التليفون البنات. كنمشيو يعني الصيف هذا مره كنمشيو للبحر اكيد، وكنديو الوليدات، وضروري ما كنديو معنا البورتابل ديالنا. الفكره اللي كندير انا شخصيا وحبيت انني نشاركها معكم البنات، يعني النهار اللي كنبغي نمشي للبحر شنو كندير البورتابل باش كنحميه من الرمله، لانه واخا تحضيو حتى كتعياو ضروري من انك كنلقاو فيه الرمله، خصوصا ما كنبغيوهاش تخلينا في هاد البلاصه ديال الشارج ولا هاد البلاصه ديال الكيت بس الكاميرا. مهم كتحضي حتى كتعياو كتلقاي الرمله فيه. احسن تدبيره كنديرها انا النهار اللي كنكون غدا للبحر كناخذ فيلم اليمونتيغ البنات سلوفان، وكنغلف البورتابل كنغلفو ما كيقيسوش ولو حبه ديال 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 الرمله، ما كتقيسوش البنات كنغلفو. غتقولوا لي لا راه ما غاديش يخدم، لا البنات غادي يخدم، ما تقولوش ما غاديش يخدم، هكذا البنات غلفوه مزيان بحال هكا صافي، وكونوا اكيدين انه ما غادي تقيسوا لا رمله لا حتى شي حاجه وغادي يخدم البنات. هانتوما شفتوا بهكذا كتبقاو محافظين عليه حتى كتجيو من البحر وكتزولوه، يعني غير هذيك اللحظه اللي كيكون باش ما يتكرفش في الرمله. ونفس التدبيره كنديرها بالنسبه للتليكوموند ديال التلفازات، كتعرفوا مع الوليدات مع يعني كتكوني ديهم يعني مسخه كيشدوا بها التليكوموند كيقلبوا كيتفرجوا، ضروري من انها كتولي حالتها حاله. انا من بعد ما كننظفها كنشدها كذلك بحال هكا وكنغلفها بالسلوفان بحال هكا البنات، وكذلك راه كدوز هذيك السينيال يعني اللي باش غادي تقلب راه كيشد، ما غاديش السلوفان ما كيكاليش البنات نهائيا. صافي كنغلفها بحال هكا، انا التليكوموند كنخليها دائما حتى النهار اللي كيتوسخ ليا السلوفان صافي كنزولو وكنعاود نبدل واحد اخر، والتليكوموند دائما كتبقى نقيه كتشعل. كنتمنى يا ربي هاد جوج التدبيرات اللي شاركت معكم يعجبوكم وينالوا الرضا ديالكم، ونمشيو نشوفوا الفكره المواليه. هنا اخواتي الفكره اللي بغيت نشارك معكم هي فاش كنستغل هاد البيض. انا ملي كنبغي يعني نحيد البيض كنحاول ندير ثقب صغير فهكذا كيف ما كتشوفوا في الاعلى، كنفرغ البيض وكنحتفظ بالقشر ديال البيض. كيف قلت لكم شاركت معكم شحال من مره الاستعمال ديالو، واليوم كذلك هنشارك معكم هاد الاستعمال هذا. كنخبيه من هاد الغرض، انا كنمضي بها البنات الموس ديال الخلاط ملي كيحفى وكي يعني ما كيبقاش يطحل ليا مزيان، كنمضيه بهذه الطريقه، يعني كندير هذا القشر ديال البيض بعد بطبيعه الحال ما كننظفو مزيان وكنطحن تديرو في الخلاط وكنخليه تطحن. انا ما كننصحش بزاف في ديك القضيه ديال ان تمضيو الموس بمكعبات ديال الثلج، تقدر تنفع في الكيسان ديال الزاج يعني في الخلاط اللي كيكون ديال الزاج، اما ديال البلاستيك البنات ما كنصحكمش تبقاو طحنوا مكعبات ديال الثلج باش تقولوا نمضي الموس، لانه انا باش يعني انا باش لاحظتها هو انني ملي كنت كندير الفريز مجمد كانت كي بقات اليوم غدا اليوم غدا حتى تهرس لي، يعني كيكون قاصح تهرس لي الموس وصافي ضاع لي الخلاط الكاس. هادشي علاش شريت هذا. الا كان عندكم كذلك بحالي ديال البلاستيك من الافضل بقاو طحنوا فيه غير القشور ديال البيض، يعني كوميم ماشي قاصح بحال الثلج ولا مثلا الفريز. وراه غادي يمضيهم لكم ان شاء الله بكل سهوله. كنتمنى يا ربي هاد التدبيرات تعجبكم، ونمشيو نشوفوا الفكره المواليه. وهنا اخواتي بغيت نشارك معكم واحد التدبيره كذلك زوينه بالنسبه لهاد الصلايه اللي كنصليو عليها البنات. غتعطيوها واحد الريحه غزاله، يعني معروف بان حنا فين ما كيجي عندنا شي شخص للدار ديالنا يعني الضيف كنعطيوه الصلايه وكنبغيو انها
يعني صلي عليها وتكون فيها واحد الرائحة اللي كتكون زكية. شنو كندير الصلاية ديالي يا البنات؟ من بعد يعني ما كنصبنها كناخد واحد القطعة ديال المسك، اما المسك الا ما عندكمش المسك كتاخدوا اي زيت عطري اساس ولا اي عطر كتفضلوه ولا نوع من البخور ولا اي حاجة، وكنشد انا هذا المسك وكنحكو في هاد الصلاية كاملة بحال هكا، او لا تاخدو زيت عطري وتمسحوه بحال هكا وتطويوه هاد بنتي هادي تتبقى فيها الريحه لداخل. ملي طويوها بحال هكا فين ما كتجيو ان شاء الله بحول الله تصليو، او لا كيجي شي شخص عندنا المنزل ديالنا وكنعطيوه الصلاه يصلي، فين ما كيصلي عليها كيشم واحد الرائحه ما شاء الله ديال المسك تبارك الرحمن غزاله. كنتمنى يا ربي هالتدبيره ديروها، راه فين ما ان شاء الله غادي تحنيو تصليو غتشمو غير الريحه الزوينه ان شاء الله. والله يجعلنا احنا كاملين البنات نكونوا من اهل الجنه يا رب، ونشموا الريحه ديال الجنه ان شاء الله باذن الله. كنتمنى يا ربي هالتدبيره تعجبكم، ونمشيو ونشوفوا الحيله المواليه. هنا بغيت نشارك معكم واحد التدبيره زوينه البنات بالنسبه لهاد الكركاره او باي باي، يعني كل واحد وشنو كيسميها، كاين اللي كيقول لها اللمامه. بغيت نشارك معكم واحد التدبيره زوينه في تعطير يعني الافرشه ديالنا والزرابي ديالنا بواحد الطريقه زوينه وعمليه. قبل ما نمشي نشوفوا هاد التعطير هذا يعني كيفاش نعطروا الافرشه ديالنا، بغيت نشارك معكم هاد السنينات هادو هاد الفرشات اللي كتكون هنايا في باي باي كيفاش ننظفوهم الى عمرو. شوفوا البنات كيفاش يعني طبيعه الحال كندوزهم على الزربيه، اي حاجه كانت كيلقطوها، بونج، خيوط، شعر، اي حاجه. كاين فايت لي سبق لي وشاركتها معكم في بدايه القناه، ولكن بما انني اليوم بغيت ندير معكم هاد التدبيره قلت ما فيها باس انني نوريها للبنات، خصوصا اللي عاد التحقوا بالقناه يقدروا يكونوا ما شافوهاش. كتاخدي هاد الشيته هادي كتكون هنايا اصلا، صافي كتدبعيها كتزوليها وكتحيدي ليها واحد هاد الشابو اللي كيكون عندها هنا واحد، كتحيدي واحد وكتقبطي الفرشيطه البنات وكتبداي من هنا، حيت هي الا جيتي تحيديه بيدك يستحيل انها تنقى، كذلك الا جيتي تحيديه بالمقص يستحيل تزول، وكتبقاي تبداي يعني في اتجاه واحد، كتبداي من الفوق وانتي نازله، كديري هكا بحال كتمشطي هاد، نحطها هنا باش تبان ليكم هكذا، انت كدوريها بيدك بحال هكا وانت خدامه كتهبطي. ها انتما غنوريكم الفرق ما بين هذه وهذه وغتلاحظوها بنفسكم. ها انتما البنات كتهبطوا لتحت كتمشطوا هذوك الشعيرات وداك الخمله وداك الشيء اللي كاع كيكون فيها، انتما شفتوا كتلاحظوا الفرق، غير جربوها يعني اللي عندها شي باي باي دابا يعني عامره تكمل معايا الفيديو، وما تنساش تحط لختها واحد اللايك وتمشي يعني تجربها في الحين، وغادي تلقى كلامي على صح والنتيجه قدامكم. ها انتما البنات كتبقاو عليها هكا يعني في اتجاه واحد من الفوق لتحت حتى كتنزل كامله وكيتحيد بكل سهوله بلا ما تعذبوا معاها. ها انتما عامره غير شعري. هانتوما البنات شعري وشعر بنتي تا هي تضل حايره بشعرها، كتعرفوا البنيتات الصغار يعني ديما طالقين شعرهم وحايرين بيه، كتضل تمشط وزغبها كله كينزل في الزربيه، وكي تا انا ما نكذبش. هانتوما كتشوفوا البنات هانتوما شفتوا الفرق، يعني الفرق واضح. انا غادي نكمل هذه بنفس الطريقه، صافي كتنقى كترجع جديده بحال ما عمركم يعني حكيتو بها، صافي وغادي نرجع هكذا وغادي نرجعها بلاصتها. ودابا غادي نمشيو نشوفو ان شاء الله الطريقه كيفاش تعطري يعني السدي دراس ديالك، الفوتوي، الفراش، الزرابي. الفكره اشنا هي؟ غتاخدي اللمامه ديالك ولا الكركاره ولا قلنا باي باي، وكتاخدي واحد القطعه ديال البونج يعني بونج كتحطيه هنا بحال هكا، يعني الا كانت مستطيله كان احسن انا حيت كنت مقطعاها، وكتاخدي واحد معطر اي معطر الارضيه كتفضلي ولا معطر الجو ولا اللي بغيتي يا البنات، كتاخديه يعني اللي الريحه اللي كتفضلي، كديري واحد شويه هنا بحال هكا وكتبلليها. انا غنمشي نفزك البونجه شويه ماشي كاع تولي كتقطر، وانما تكون فازقه بحال هكا يعني بللتها. ها
شوف كتبان لكم الرغوه هانتوما، يعني فزكتها وغنقلبها، غنحط هاد البلاصه اللي درت فيها المعطر هي اللي غنديرها على هاد الشعيرات ديال هاد الشيته هادي، وغادي نقفل بحال هكا صافي. شي باش نوري لكم عمليا، غنمشيو فوق الزربيه ونوريكم كيفاش. ضروري دابا خاص الزربيه تكون عندنا ديجا مشطبه وحاكين ليها باي باي، يعني مزولين ليها كل شيء، ما فيها لا خمله لا خيوط لا حتى شي حاجه، تكون نقيه. عاد كنديروا لها هذه العمليه بحال هكا. انتم لاحظوا معايا، شوفوا البلاصه اللي دوزت عليها وشوفوا البلاصه اللي لا، لاحظتوا الفرق؟ هذه كتبان منديه وهذه لا. عاد زائد ما نقولش لكم التعطير البنات بديك الريحه ديال كيف قلت لكم، اي معطر ارضيه كتفضلوه ولا اي معطر فيه ريحه زوينه كديروا بحال هكا. انا احيانا البنات يعني باش نكون صادقه معكم، الا ما كانش عندي المعطر كناخذ باندوش كذلك كنستعمله، كندير قطرات من الباندوش كتكون فيه شي ريحه غزاله واجي تشوفوا الريحه اللي كتولي البنات، يعني كدوزوا على الزربيه ديالكم بحال هكا. انا حاولت يعني نوريكم الفرق، ها انتم شوفوا هاد البلاصه وشوفوا هاد البلاصه، كتولي الالوان كترجع كتشعل وكتولي الريحه ما شاء الله فين ما تظهروا كتشموا ريحه زوينه، وكذلك يعني صالحه حتى للسديدرات ديالكم. ديروا بحال هكا، كلشي كيولي معطر، كلشي كيولي يعني ما في ما كاين لا غبره لا حتى شي حاجه. كذلك راه الا كانت شي غبره في السديدرات كتلقطها، ولان هاد الشعيرات هادو ملي كيبقاو يدوروا بحال هكا كيدوروا على البونجا كياخذوا منها هذاك السائل اللي فيه الريحه، وهكذا وهي كدور وهي كتخرج لينا هذاك البرودوي مع الماء، وبالتالي كتنزلوا لينا فوق الافريشه ديالنا. وما تقولوش راه البنات راه غادي تفزق، ما غيفزق ما حتى شي حاجه، راه حنا في الصيف تبارك الله وما كنديروش كميه كثيره، حنا مجرد كنبللوا شويه البونجا باش تخرج يعني هذيك المعطر اللي درنا. كنتمنى يا ربي هالافكار اللي شاركت معكم تعجبكم وتستفدوا منها ولو بفكره ولا جوج. الى عجبوكم كيف العاده ما تنساوش خطكم اللايك وما تحرموهاش من البارتاج مع العائله والاحباب ديالكم، ولكم جزيل الشكر. شكرا لكم على داك الكلام الطيب اللي كتخليه ليا كياثر فيا بزاف، وكنقول الحمد لله الحمد لله على حب الناس اللي ما كيتقدر حتى شي ثمن وما كيتشرى حتى شي ثمن. يعني الانسان الا بغاك كيبغيك لله في لله. انا ما كنعرفكمش وما كتعرفونيش البنات، ورغم ذلك كنلقى الحب من عند المتتبعات ديالي اللي كنحمد عليه الله، لانه نعمه فعلا نعمه من عند الله، كنحمد عليه الله وكنشكره. وشكرا لكم بزاف البنات، مع الف الف سلامه.